السلام عليكم البنات ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ مزيان. اليوم ان شاء الله البنات بغيت ندير واحد التحلية اللي سهلة، وغندير واحد طاجين بالزبيب والبصلة والبرقوق اللي كيجي ساهل. وقلت علاش ما نشاركش معكم هاد التحلية هادي، حتى هي كتجي ساهلة ورائعة. كنحتاجو لهاد التحلية هادي بسكوي من هاد النوع، هذا بسكوي، وكنحتاجو هنا غير نسيطرو د الحليب. هنا راه واخا عندي الكرطونه فايطرو، غنحتاج غير نسيطرو د الحليب، والكرطونه غنحتاجها بحال المول. هانتوما غتشوفو معايا. وهنا عندي البنات واحد 3 د المعالق ديال كريم باتيسري، وهنا عندي 3 د المعالق ديال السكر سنيده، وهنا عندي معلقه ديال الكاكاو المر، وهنا عندي واحد طريف ديال الشوكولا اسود. دابا البنات نبداو على بركه الله. نجيب الكاسرول ديالي، هنا البنات ندير الحليب واللون، وغنحتفظ الكرتونة ديالو. وغنضيف السكر، السكر على حسب الذوق، اللي كيبغي الحلاوة واللي كيبغي يكون مسوس ينقص، ماشي مشكل. وغنضيف بودرة الكاكاو، حيت هادشي البنات كيبغي الحليب يكون بارد، إذا كان الحليب سخون غادي يتكور لينا على هذا الشكل. صافي، وغادي نخلط الكل مزيان، وغادي نوضعو فوق النار. صافي البنات، درت دابا الخليط ديالي فوق النار، خصني نبقى نحرك مزيان على هذا الشكل يعقد ليا الخليط. وغادي نضيف ليه الشكلاط على هاد الشكل هذا. هانتوما البنات، من بعد ما عقد ليا الخليط غادي نضيف واحد معلقه ديال الزبده، وغادي نحرك، وغادي نضيف الشكلاط قطعته باش يجيني ساهل، حتى هو نضيفو. هاد الشكل تيدوب ليا الشكلاط. والزبدة صافي، ونمشيو باش نصايبو لي بسكويت. صافي البنات، دابا ها هو، هي عندي الكريمه ديالي، ها هو هذاك الكرطونه ديال الحليب، ها هي قطعتها من هنايا، وغادي نستعملها من هاد البسكوي ديالي. هنا غناخد شويه ديال الكريمه نديرها هنا باش تشد ليا البسكوي ديالي ما يطيحش بهذا الشكل. شويه البنات، هنايا الكريمه. ودابا البنات غادي نبدا بسكوي بسكوي هكا على هاد الشكل. ندير البسكوي ديالي مزيان، ونوقف البسكوي ديالي هكا على هاد الشكل. نجيب وحده اخرى، ندهن البسكوي ديالي، وكنبقى غادا كندير طبقة بسكوي ابيض وطبقة بسكوي اسمر.
هكا البنات. واحد أصفر بني صافي البنات، كنبقى مستمرة هكا حتى نسالي الكمية ديالي تال هنا ونرجع معاكم. هانتوما البنات صافي استفتح على هذا الشكل هذا، ودابا غادي نخوي عليها الباقي من الفوق، نغطيها كاملة صافي، وغنديرها في المجمد. يا ربي ماشي المجمد، غير في الثلاجة، ماشي ضروري كاع المجمد، ديروها غير في الثلاجة لتحت تبرد، ومن بعد نشوفها معاكم. صافي البنات، ها هي من بعد ما دهنتها، دابا غادي ندخلها للثلاجة حتى تبرد ونخرجها ونزينها معاكم. ودابا مور هذه ان شاء الله بحول الله غنشوفوا واحد الطاجين ديال البصله والزبيب والبرقوق اللي كيجي رائع معسل وكيجي زوين. ودابا البنات غنوجدوا الطاجين ديالنا. غندير هنايا عندي هنايا بصله كبيره مشلضه، غنديرها هي الاولى. الطاجين البنات راه كيجي ساهل، نديرها بحال هكا هنايا، وهادو من بعد غنديرهم صافي. وكنحط الدجاج ديالي. هو البنات راه كيجي غزال باللحم، ولكن انا وليداتي ما كيبغيوهش ليا باللحم، غنديرو بالدجاج. هكا البنات صافي، وغنبقى نضيف دابا غنضيف العطرية ديالي. غندير شوية الملح، وغندير سكينجبير بهاد الشكل البنات. ماشي مشكل، سكينجبير كيجي زوين مع الدجاج. وندير البزار، منكتروش البزار، راس المعلقة. وغندير هنا الخرقوم البلدي، معلقة صغيرة حتى هو. وغادي نضيف راس المعلقة ديال القزبور يابس، وغادي نضيف القرفة، يتواتى مع القرفة. هنا البنات غنضيف واحد المعلقة صغيرة ديال العطرية ديال الدجاج، وغادي نضيف هنا عندي ثلاثة دريوس ديال الثومة، نديرها هكا على هذا الشكل. وغادي نضيف شوية ديال الصبار مغنوس هكا، حتى الاخير. صافي البنات، وهاد البصله، هاد جوج بصلات غادي نقطعهم مشنفين.
البصله ديالي دابا يا قطعتها مشنفه، غنديرها من الفوق على هذا الشكل. هو اصلا هذا الطاجين هذا كتجي معاه البصله، غنديرها هكا من الفوق. صافي البنات هكا، وغنضيف داك الربيع اللي خليت قبيله، وغنضيف واحد شويه ديال الخرقوم باش يعطي البصله شويه اللون هكا من الفوق. اللي بغى يديرها البنات معلقه السكر اولا معلقه العسل ممكن، انا غنكتفي غير بالزبيب، زبيب راه غسلتو. هاد الشكل البنات صافي، وغنبقى نضيف البرقوق ديالي. على هاد الشكل وغادي نضيف زيت البلدية من فوق هاد الشكل. ما غنضيف ليها البنات لا ماء لا والو، البصله هي غطلق داك الماء ديالها صافي، وغيطيب في داك الماء ديال البصله. ومنين صافي دابا وغادي نديرو يطيب على مهل، غنخلي البوطه على مهل تيطيب على خاطرو، ومن بعد ندوزو نشوفو الطاجين ديالنا والتحليه. وهو البنات الطاجين ديالي وجد والتحليه ديالي حتى هي وجدات، زينتها على هاد الشكل. المهم التزيين كيبقى على حسب الاختيار، والطاجين ديالي ها هو كيجي معسل، كيجي غزال رائع. والتحليه ديالي حتى هي ها هي كتجي على هاد الشكل. شوفوا البنات شوفوا كي كتجي، كتجي غزاله رائعه. وكنتمنى البنات تجربوها، وكنتمنى تجربوا الطويجين وبالصحه والراحه. عجبكم البنات الفيديو ما تنساوش لايك وتابوناو في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.